تحولت بغداد بعد عام 2003 إلى واحدة من أغلى المدن في العالم بأسعار العقارات والأراضي، رغم تصنيف مؤسسة ميرسر الدولية أن بغداد تأتي أولاً كأسوأ مدينة للعيش، حيث يتجاوز سعر المتر المربع الواحد في بغداد 12 مليون دينار عراقي بسبب إقبال الفاسدين الحكوميين على شراء هذه العقارات والأراضي بأسعار جنونية كما يقول التجار وأصحاب المكاتب العقارية. جهات حاليا متنفذة لها، محسوبة على جهات سياسية، جهات اللي يشتري. أما المواطن العادي يستحيل يقدر يشتري له 50 متر بالكرادة أو في زيونة أو في المنصورة. الشريحة اللي اشترت عقارات غالية وأثرت على المواطن، المواطن هو الحلقة الضعيفة. الشريحة اللي هي الناس المسؤولين بالدولة أكيد هم عندهم إمكانية وموظفين على درجات عالية، فعندهم إمكانية للشراء. خبراء الاقتصاد يقولون إن أموال الفساد الحكومي تجمد في هذه العقارات، وهي نوع من عملية تبييض الأموال القذرة من دون أي مردود اقتصادي على المجتمع. أموال الفساد الإداري فقط تضع في العقارات وتجمد، ليست لها فائدة، لا تحريك السوق ولا المواطن مستفاد منها من خلال أنه تكون هناك أسعار مستقرة للعقارات كأي بلد بالعالم. كل دول العالم لديها نظام عقاري، والنظام من أين لك هذا حتى لا تكون هناك احتكار للعقارات وتجميد الأموال بالعقارات بدل من الاستفادة منها في أمور أخرى. الاستحواذ على العقارات والأراضي في بغداد وبقية المحافظات سواء بسلاح الميليشيات أو بدفع أسعارها الخيالية المأخوذة من أموال الفساد الحكومي عملية مستمرة منذ عام 2003، ولا يبدو أنها ستتوقف، وهي جزء من سياسة تغيير الهوية السكانية للعاصمة بغداد عبر الضغط على مناطق بعينها لبيع أملاكها وعقاراتها.